انا باش نقول لك حاجه بالنسبه لي انا، اعوذ بالله من كلمه، انا صارت لي مره ممكن ولا مرتين للتوب، فهمتني؟ واحده وقتها ركبتها زاد من سونتر فيل في الليل، من سونتر فيل قالت باش تروح وقتها الواد الليل، فهمتني؟ ما نكذبش عليك، البنايه بالها تو قالت لي نكيف سيجار ومسير شويه، قلت لها هكا بعدك سوندري تكيف، فهمت؟ بعديك غزر قالت لي عندي كعبه بيره نكملها، قلت لها لا بيره لا، قلت لها ريت خليتك عملت سيجار وراك بديت تتمادى، فهمت؟ قالت لي امان وشنو وش بيك وبرشا تاكسيات يخليونا وعادي، كان تحب كان انت تسكن قريب ومازلت تسهر تخدم بالليل، فهمت؟ معناها نقعد نسهر بحذاك كان تحب. قلت لها راني انا معرس على روحي وما عنديش الحكايه هذا، عادي وصلتها هبطتها، ما وصلتش الواد الليل وقتها، قالت لي هبطني في باردو من سونتر فيل، هبطت في باردو ممكن ابخي ما نعرفش، خذيت تاكسي اخرى ولا حاجه الله اعلم. لا 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 ما راوغتهاش انا، ما حسيتش بالشراوخه، ما نكذبش عليك، اذا كان هي انا بلعتو انا ما نكذبش عليك، اعوذ بالله من كلمتين، الاشكال هذوكم ما نحبهمش، شنو واضح انا معرس، انسان معرس ما نحبش حاجه هذا. صحيح واحد قبل كي كان عندني باش يعمل حاجات ولا حاجات، ما مش باش يجي في خدمته، عندني هذه خدمه عاد ياكل منها في الخبز، يخدم على روحه، فهمتني خويا؟ مره زاد زوز ولاد من حق الواد تذكرها بالكدا، هذايا الحال في السيف، حال سيف مع مضي ساعتين ونص في حق الواد، وقفوني قالوا لي باب الخضره، هاي قلت لهم تفضلوا، زوز شاربين اللي بحذايا تليفون معناها ايفون واللي من تالي قاعد معناها شاربين، هما مش شاربين، مي عادي اللي قد بحذايا عادي شارب عادي، فهمتني؟ التلاني تقلق، فهمتني؟ حبة حشاكي معناها بشي، قال يا صاحبي تكينا على اليمين، تكيتو هو يردو صاحبه، معناها مديت له دبوزه ماء برد فيها في اطرافه، انا بدي ابت من الكهرباء والله، وعندي دبوزه برفان جبت، معناها دبوزه برفان صيني جبت، معناها ورشرشت له في ديه واحد، وصلنا لباب الخضراء وين باب العسل بالضبط مع سكه المترو، فما الحيط القديم هذاك اللي دخل الحوم من الداخل، قال لي سيبه هوني، تكيت على اليمين، قداش؟ قلت له 12000، قال لي هاي تفضل، قال لي تحب تخلص؟ قلت له بالطبيعه معلم انا مش نخلص، قال لي كان عندك ساقين نجري، هذايا السيد خاصه اللي كان ما نكذبش عليك خلطت نجري ما فاسعوا دخلوا خاطر حوم من كلها ما تعرفش عليه، فما واحد عرضني قال لي صاحبي كان مش دخلت عليهم راه والله لا قدر يدغروكش ما يرجعوش يكسروا لك الكهرباء، هاي نعمل لك، مشيت ما نكذبش عليك مشيت للمركز ديكلاريت عليهم، بعد جماعه هبط باش نتعشى في باب الخضره الساندويتشات هذيك، كلم راوب و ايه ما زلت باش نقول للراجل اللي خسرت انا مقمرو، كاتب في زندو لهنا ميمه وفي سويبعه لهنا كاتب ساره، الله اعلم ساره شكون ما يهمنيش، مي هذا ما انا قلته وقتها في المحضر، يعمل هكاك هو خسرت ثبت فيه بالكدا هو، والحال سيف قلت لك لابس ماريولا سومونج ميما قريت عرفته هو تاكدت منه هو، طلبت النجدة قلت له هاكا هاكا انا ديكلاري في مركز الشفيقة، جاوني ما قصروش جاوني، سلام سلام ملي جاو مشيت لهم قلت لهم سلام سلام، قالوا لي سلام، قالوا لي انت اللي طلبت 197، قلت لهم انا تكتب، قال لي انا هو، قلت له هذاك مشاو عيطوا له وقفوا حكوا معاه، قال لهم لا ما نعرفوش في المركز، من بعدك ولا يعرفني وسامحني وسامحني، ما نكذبش عليك معناها ديما واحد يقول الحمد لله يا ربي كي ما تصيرلوش حاجات معناها خايبه بالرسمي، خاطر راهو فما عباد اللطف بالرسمي، الجرام والله الجرام راهو في دمه، راهو باش نعودوا واضحين الجرام في دمه، ريت كي يقول لك نعمل سي يعمل، راهو عباد تتحول بالحرابش والسطالي والحاجات هذوما الكل، ها